السلام عليكم متتبعينا الكرام، أهلا بكم في قناتكم الأخبارية المغرب دوت كوم. كل ما عليك هو الاشتراك في القناة ليصلك كل جديد إن شاء الله. هذه أبرز العناوين. خليل زيد يفاجئ المغاربة من جديد بتشكيلة الأسود في مواجهة الكونغو. استقر المدرب المنتخب المغربي وحيد خيلوزيتش على ملامح تشكيلة الأسود التي تواجه المنتخب الكونغو الديمقراطية غدا الجمعة في ذهاب الجولة الحاسمة المؤهلة لنهائيات كأس العالم قطر 2022. وكشفت المصادر أن خيلوزيتش لن يجازف بإجراء تغيير موسع في تشكيلة الأسود التي شاركت في أمم إفريقيا الأخير بالكاميرون، وسيكتفي فقط بإجراء تغيير على مستوى خط الوسط والهجوم. ويؤمن وحيد أن تشكيلة المغرب في الكار لم تكن سيئة، بل لم يحالف الحظ فقط خلال مواجهة مصر في الدور ربع النهائي، وحققت نتائج جيدة في الدور المجموعات أمام الغابون وغانا وجزر القمر، وكذلك في ثمن النهائي أمام المالاوي. ومن جانبه قال مدرب الكونغو الديمقراطية أنه سيواجه أقوى منتخبات إفريقيا، غير أنه يملك جميع الحظوظ للتأهل إلى المونديال، مشيرا أنه سيعمل على تحقيق ذلك في المواجهة. شكرا على حسن المشاهدة. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد إن شاء الله.